ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم. مستسلم جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقومي. مقومي اوف 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 اوف، وش ذا؟ معلمك ذا منتهي ماله علاج. اسمع انت، هذا ايش اسمه؟ استراحة، يعني نجي نجلس ننبسط نرتاح. وانت يا فقي مو جبته؟ طلعوا. اسمع، خذ شلتك ذولي وطلعهم برا. معذر، اطردوا فرساني؟ ايه، اقول لك تبي تسكت ولا اطردك معهم؟ يا من شراله من حلاله عله. اتقصدني بهذا الكلام يا غلام؟ انا غلام يا ابو فلافل؟ انا اللي مطلعك من السجن حق ابوك ولا كان خست؟ اترفع صوتك على عنتره؟ اذا القتال حتى اخر رجل فينا. القتال! 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 اسمع صديق، 5 دقيقة اتصال كفيل يجي هنا، تفهم ولا ما تفهم؟ كفيل! يلا يلا يلا. لن أدعى لكم، لن أدعى لكم، سوف أأتي في مرة قادمة. إكا في مكة. كيفو يا خوي؟ الله يستر. ايش في؟ مشينا يا عيال. أتريدون مبارزة الرجل للرجل؟ أم تريدون المعركة مشكل؟ يا عزوز صل على النبي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اصمت! قلت لك أنا عنترة! أخذ! عنترة وراسك، من وين ضافهم ذولا؟ إذن القتال ولا شيء إلا القتال. القتال! 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 وش قتال؟ الله يرجك أنت وراسك. طب ما في صلح ولا معاهدة؟ أبداً وقطعاً لا شيء سوى النزال يا بني الاستراحة. أهدى أهدى يا فقي، ولا تنسى أن الدنيا فيها شرطة. إذن هل تستسلمون لكي نحقن الدماء والأرواح؟ طب دقيقة خلنا نتشاور. تعالوا يا عيال. وش الشور يا بني استراحة؟ أنا أقول الرجال شكله عنده خطط قتالية وممكن يعدمنا، نستسلم أحسن. وانت يا صالح ايش تقول؟ انا اقول الحرب خدعه، خلنا ندخلهم من داخل وناخذهم على قد عقولهم. اشورك وهدايه الله. خلاص حنا قررنا الصلح والهدنه. الهدنه طعم الحرب. الهدنه. الهدنه طعم الحرب. الهدنه. ماذا تريدون؟ البخاري. 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 اتركوا ملاعقه بني الاستراحه، فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. هجوم. هجوم. تريدون الهدنة؟ الهدنة. لا. القتال. لا. القتال. لا. القتال. المسليات. 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 الله 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 الله، قبلت الله قبلت محلاها طله، المباس محمر والضحكة مله، شوفها تبري جروح الفين عله، كانها بدر ظهر بالعيد الاضحى. يا هذا اسمعنا تلك القصيدة التي كتبتها من أجلي. أنت يا عنتر أقوى واحد بالحارة. بالحارة. الكل يهابك لأنك زلابة. زلابة. أود من الزلابة. أنا الزلابة. أصبر ما خلصت القصيدة. جمعت الكديش وجيتنا بالاستراحة. استراحة. أهلا وسهلا بك يا أبو الشجاعة. الشجاعة. اعطيه 10 من الابل. تبلاك. انا. ايوه انت. طيب من وينك نياق انت؟ سوف اخبركم من اين اتي بالنوق. اجلس اجلس اجلس.
جلس جلس جلس. جبت أنا بخاري صديق. لا حرج في ذلك، لكن قبل ذلك علينا بالذهاب إلى مكان ما. أترى ما أرى يا عامر؟ إنها أباعر ورعيانها. أصبت. هيا بنا لنأتي بجيش بني عبس ونغزوها إذن. أقول يا عنترة، بما أني قائد بني استراحة وشاعرك الأول، عندي لك رأي. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. الثاني ولا أقصد، ورا ما أنا أروح أجيب جيش بني عبس وأنت تراقب الوضع هنا عن كثب. لك ذلك يا عامر. إذن إلى اللقاء. اذهب، رافقتك السلامة يا عامر. يا عيال، الرجال وصل إلى مرحلة خطيرة، واللي يسوي ذا يعتبر سرقة، وأنا بصفتي قائد بني الاستراحة أقول الصلح اللي بيننا وبينهم ملغي. القتال القتال القتال. أقول اهجد أنت عزوز المارك الداخل، نمسكه وندبغه. فكرة. لقد حل الظلام ولم يأتي عامر بجيش بني عبس. إنها الخيانة يا عامر. لن أدعها لك يا عامر.